بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو سندويشات بواحد الشكل مميز بشكل مختلف. بلا ما نطول عليكم دخلوا الفيديو باش تكتشفوا الوصفة وتكتشفوا هاد المكونات البسيطة اللي كتعطينا واحد السندويش اللي رائع جدا. بلا ما نطول عليكم فرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبة للمقادير عندنا 4 الكيسان ديال دقيق فينو او دقيق السميد، 2 كيسان ديال الدقيق العادي دقيق فورس، 2 كيسان ونص. عندي هنا معلقة كبيرة ديال السكر الخشن سنيدة، معلقة صغيرة الملح، معلقة صغيرة الخميرة الخبز، ونبداو على بركة الله. بالنسبة لدقيق فينو تقدروا ديروا نصف الكمية، يعني ديروا غير 2 كيسان، انا ضعفت الكمية باش يجيني كتير. هنا غادي نديرو 4 الكيسان ديال فينو، غادي نزيد 2 كيسان ونص ما دافي، كاس الاول كاس الثاني، وغادي نزيدو نص، يعني 2 كيسان ونص ما دافي، وغادي نزيدو السكر الملح والخميرة الخبز، وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان حتى ينسجمو لينا مع بعضياتهم هاد الماء وهاد السميد اولا هاد دقيق فينو. غادي نخلط، تقدرو ديرو بالطراب باش تخلط لكم مزيان. بالنسبه للخليط من الاحسن تخلطوه بالطراب الكهربائي، شفتوا كي كيجي كيولي لينا بحال العجينه، خاص ضروري يوصل لهاد القوام باش كيجينا ساهل في العجينه. شفتوا كي كيجي كيجي بحال لاستيك. غادي نزيدو دابا الدقيق، هنا عندي 2 كيسان اللي مغربلين، غادي ندير 2 كيسان هما الاولين حتى نخلطو، عاد نشوفو واش نزيدو نص كاس اولا لا. غادي نخلطو مزيان هاد العجينه مع الدقيق ديالنا، من الاحسن نخلطو غير باليد، انا نخلطي بيدي. بالنسبه للماء زدنا نص كاس ديال الماء حيت خاصنا العجينه تجينا شويه هكا كتلصق شويه تكون رطبه. وبالنسبه للدقيق دوك 2 كيسان زدنا من داك نص كاس زدنا معلقه واحده ديال الدقيق. غادي نخليو العجين ديالنا هنايا باش ترتاح، غادي نغطيها بكيس بلاستيكي، غادي نتقلو بواحد الطبسيل، غادي نخليوها على الاقل واحد نصف ساعة. بالنسبة للحشوة هنا عندي 3 البصلات مشلضات، هنا عندي واحد الكمية الكفتة غديرو على حساب عدد الاسرة، هنا عندي البيض، معلقة كبيرة ديال المعدنوس مقطع، جوج تقريبا معلقه صغيره ديال الثوم على حساب الذوق ديالكم، هنا كاينين تقريبا شي 4 الفصوص صغار. وبالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره الملح، نصف ملعقه صغيره تحميره اولا بابريكا، نصف ملعقه صغيره سكينجبير، ملعقه صغيره قزبر يابس، ربع ملعقه صغيره ديال البزر اولا الفلفل اسود، وغادي نديرهم فوق، ناخذ مقلات نديرها تسخن. غادي نديرو ملعقه كبيره ديال زيت نباتي، وغادي نديرو هاد البصله ديالنا باش تقلى. بسم الله. غادي نزيدو عليها الثوم، الا ما كاينش الثوم تقدروا ديروا بودره الثوم حتى هي كتجي مزيانه. البصله الا بغينا دغيا
طيح لينا هكا دغيا يتبان ليها اللون ديالها. تقدروا تغطيوها، بالنسبه لي انا غادي نزيد الكفته. بسم الله. وغادي نديروا معاها توابل باش تنسم التوابل. غادي نخلطوا هاد الكفته مع البصله. كنخليو هاد الكفته حتى كتشحر لنا مع البصله. بالنسبه للبصله دابا كتطلق الماء، كنجهدوا على العافيه باش دغيا تشرب. انا غادي نغطي عليه باش دغيا يطيب. بدلت المقله باش تكون هاد المقله واسعه. غادي ناخذوا هادوك جوج بيضات نطربوهم مزيان، وغادي نخلطوهم هكا على نار خاصها تكون مرتفعه. المهم نخلطو مزيان باش ما يبانش لينا البيض. هاد البيض هو اللي غادي يجمع لينا الحشوه. وغادي نزيدو هذيك البطاطا اللي قليناها من قبل، قليتها على شكل مربعات. هاد الحشوه بحال هي اللي كتجمع لينا هاد البيض، هو اللي كيجمع لينا الحشوه. صافي غادي نبداو نخلطو هكا. العافيه راه دايرينها مرتفعه شويه. صافي كنبقاو نخلطو هاد الكفته مع هاد البطاطا اللي قلت لكم قليتها من قبل على شكل مربعات، كتعطي واحد الاضافه اللي زوينه. وهاد البيض راه ما كيبانش نهائيا في الحشوه فاش كديروها. هنا عندي معلقه ديال المعدنوس، غادي نزيدها على باقي المكونات. صافي غير كيتجمع لينا هذاك البيض، كينسق لينا على الحشوه. كنعاودو نديرو نار متوسطه، يعني مكنبقاوش مجهدين على العافيه. بالنسبه للكفته ولا البيض صافي راه طاب. غادي نطفي على النار وغادي نزيدو الفرماج. غادي ديروا النوع اللي بغيتو، سوا فرماج حمر، انا درت غير هاد الفرماج ديال الساندويش اللي حتى هو كيعطي واحد البنه زوينه في الحشوه. لاحظتوا معايا راه كنديروا بزاف الحشوه، كيعطينا واحد اللذه. دابا غير بالصاد ديال هاد الحشوه راه غادي يذوب لينا الفرماج. بالنسبه للحشوه غادي نخليها حتى تبرد على خاطرها ونمشيو نوجدو العجين ديالنا. بالنسبه للعجينه راه خمرات لينا مزيان. غادي نحيدو هذا الكيس بلاستيكي وغادي نحطوها فوق سطح العمل. اول حاجه غادي ندهنو يدينا بالزيت ونخويوها من الهواء، وغادي نديروها في سطح العمل باش نقسموها كويرات. ضروري ندهنو يدينا بشويه الزيت. غادي نشكلو هكا بشكل طولي، وعاد من بعد غادي نقسم القطع صغيره باش نشكلو كويرات. اول حاجه كنبداو من النص وكنبداو نقسمو. وهاد القطع كل قطعه غنشكل منها كويرات صغيره. بالنسبه للعجين شكلنا كويرات، غادي ناخذو كيس بلاستيكي وندهنوهم. بالنسبه ليا انا جاوني تقريبا واحد 17 قطعه ولا 17 كويره. غادي نخليوها ترتاح بما تخلينا المقله ثقيله. وغادي ناخذو ورق الزبده وغادي ناخذو القطر ديال ديك المقله الثقيله ونديرو دائره كنقطعوها. وديك الساعه غادي نوجدوها باش غادي نبسطو العجينه فوقها. غادي ناخذو الزيت وغادي نديروها في سطح العمل باش تثبت لينا هاد ورق الزبده.
وغادي ندير فوقو الزيت باش ما تلصقش لينا فوقو هذيك العجين. وغادي ناخذو العجين اللي ديجا ارتاح لينا من قبل. غادي نبداو نسرحو. بالنسبه للعجينه راه ما رقيقاش بزاف، كتجينا شويه هي هذيك. غادي ندهنو بالزيت وغادي نحاولو نديروها على كد هاد القطر ديال ورق الزبده اللي وجدنا. وفي هذا الوقت راه درنا المقله الثقيله درناها تسخن. ها هي العجين درناه على شكل هكا دائري، غادي نديروها في المقله اللي ديجا كتسخن. غادي ناخذ العجين ديالنا وغادي نحطوه غير بشويه في المقله بهذا الورق، نسرحوه ونخليوها تتنشف شويه عاد نحيدو الورق ديالنا. بالنسبه للورق راه راسو كيبدا يتقل علينا كيف كتشوفوا، ها هو كنبداو نحيدوه بسهوله. غادي نحيدو جانبا وغير كتبان لينا ديك المسمنه بدات كتنشف، غادي نقلبوها ما غاديش نخليوها تتكرم كاع، تكون غير شويه تشد في راسها صافي بحال هكا صافي. غادي نحيدها نمشيو نجيبو الاخرى شاكي كتجينا طريه. كنعاودو نفس الطريقه، غادي نعاودو معاكم. كنبداو نسرحو العجين فوق هاد ورق الزبده، كندهنو بالزيت باش دغيا يسهل علينا نسرحوه. نبقاو بشويه بشويه حتى كنسرحو على هاد الجوانب ديال هاد الورق الزبده اللي ديجا قطعنا. والمقله راه كتبقى تسخن هكداك، واللي قديناها راه كنلوحوها في المقله. كنبقاو غاديين حتى كنكملو هاد الكميه اللي عندنا ديال العجين كامل. غادي نلوحو في المقله صافي، كنبقاو نقادو هكا كينشف لينا شويه هاد الورق وغادي نحيدوه. دغيا كتنشف لينا مع المقله هادو كتسخن. كنقادو هاد العجين ولا هاد المسيمنه غير كتنشف لينا، كنخليوها هكا طريه كنحيدوها، يعني باقي فيها ما طيب كنحيدوها قبل ما تقصح. بالنسبه لهاد المسمن اللي غادي نديرو فيه الحشوه كيجينا هكا شفاف كيجينا خفيف، هو خرجت لينا كميه اللي هي كبيره. كنغطيو بواحد السربيته باش ما يقصحش لينا. وغادي نبداو باول وحده. بسم الله بسم الله. غادي ناخذو هكا هاد المسمنه، غادي نديرو دابا لاصوص اللي بغيتو. بالنسبه ليا انا خديت المايونيز وخلطته مع الهريسه. غادي ندهنو بهاد الشكل طولي حيت هنا فين غتكون الحشوه، نقدروا نوزعوا حتى في الجوانب. هنا كديروا لاصوص اللي بغيتوا على حسب الذوق ديالكم. وغادي نجيبوا هذه الحشوه اللي كتكون بردات لينا دابا، غادي نجيبوها بحال هكذا. باش جينا على شكل ساندويش صافي. وكنديرو الا بغينا نزيدو شي صوص نزيدوها على حسب الذوق ديالكم، اولا تزيدو الفرماج اللي متوفر عندكم. بالنسبه ليا غادي نزيد هاد لاصوص ساندويش اللي كتجي زوينه، صوص برجر صافي. غادي نجمعو الجوانب وغادي نبداو ندورو نلفو عادي بهذه الطريقه، كيجيونا بحال هكذا كيف كتشوفوا، كيجي هكا ساندويش. غادي نحطو جانبا وغادي نكمل باقي الحشوه اللي عندي. نفس الطريقه غادي نمشيو بها، غادي نديرو لاصوص وغادي نديرو الحشوه كيف قلنا نديروها بشكل طولي باش يجينا على شكل ساندويش.
كتجينا هاد الحشوه لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، راه غادي تعجبكم اكيد. صافي وغادي نديرو لاصوص من الفوق ونجمعو الساندويش ديالنا هكا في الجوانب، يعني طريقة سهلة جدا. وغادي نبداو ندورو أولا نروليو هكا حتى كيولي لينا بهاد الشكل. نفس الطريقة غنبقى غدا بها حتى نكمل لي ساندويش ديالي كاملين. هادي هي الكمية ديال الساندويش اللي حصلنا عليها، دابا ما بقى لينا غير نحمروهم باش نقدموهم. المقلة راه ديجا درناها تسخن، غادي ناخد واحد شوية ديال الزبدة غندوزها هكا على المقلة باش تحمر لينا الساندويشات ديالنا. غادي نبداو نحطوهم الساندويشات ونخليهم حتى يتحمروا. كنبداو نقلبوهم الجهه الاخرى ونشوفهم واش تحمروا، وغادي ندوروهم للجانب الاخر حتى كيشدوا هاد اللويه الحمر. كنبداو نقلبوهم من هاد الجنب والجنب الاخر حتى صافي كيتحمروا لينا. هاد الجنب لا تحمر نقلبوها للجنب الاخر باش كتجينا هاد الفطيره كلها كتجينا محمره. وكنبقى نقلبو فيهم هكا حتى كيتحمروا لينا. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويشات ديالنا، كيجيو رائعين. نتمنى انهم يعجبوكم وديروهم حتى نتوما في ديوركم. هما كيجيو من الداخل بسم الله كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم باش تكتشفوا هذه الوصفه اللذيذه. لما نزيد نطول عليكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفه اخرى في قناتكم ساميه فود.